طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. تبدا المحاوله وبوفال فرصه 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 وبوفال هدف اول في هذا المنتخب الوطني المغربي واسطة سفيان بوفال، يضع كره في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات، فرحه كبيره للجماهير المغربيه بهدف. فرصه فرصه نصير نصير مزراوي كانيه تمرير داخل منطقه الجزاء، رفع الكره فرصه وراسيه كانت راسيه والمحاوله اخرى يحيى عطيت رفع الكره فرصه فرصه هدف فرصه هدف هدف ثاني لفريق المنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني بواسطه لاعب الصابري عبد الحميد الصابري، ورقه رابحه من حقك فرح، من حقنا جميعا نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكره في الشباك، فرحه كبيره بحضور